أول حاجة أنا جيت سعيدة لاختياري لأول سفيرة الجمال من ضمن لائحة الفنانين كبيرة اللي أنا كنحترمهم. المعرض مهم، المعرض الجمال موروكو بيوتي إكسبو، وأيضا جد فخورة لاختياري كوجه إعلاني للدورة ديالو الثالثة. طبعا هذه الدورة غير الدورات السابقة، بحكم أن هذه الدورة هذه كتضمن واحد المجموعة ديال الأسماء الوازنة على الساحة الوطنية والعربية، بحكم التنظيم ديالها المحكم في مختلف اللي كتعرفها بعد التظاهرات الوطنية والدولية. فحنا ككونفدرالية وطنية حلقة الجميل بالمغرب عندها واحد التجربة اللي تقدر تستطع أنها تمشي تحقق دائما الأمل والرغبة ديال المجموعة ديال المشاركين أو الناس اللي كيكونوا حاضرين لدى المعرض الدولي. هو أنه اختارينا الكونفدرالية أولا كشريك في المهرجان، ثانية كذا أخت ما كانش السنة اللي فاتت نديرو هاد السنة، كذلك الوجه الإعلامي هاد السنة اختينا كوجه إعلامي وكسفيرة الجمال العربي خولة بن عمران باش تكون هي معنا في هاد التظاهرة، وكاين عدة أنشطة اللي كتبرمج يوم بعد يوم، يعني على ما يوصل التاريخ ديال المعرض غادي نجبرو افيك عندنا واحد الأنشطة اللي مي كيحل يفتح المعرض الأبواب ديالو، وهي ديك الأنشطة كتبدا حتى لآخر يوم ديال المعرض. هناك عدة ضيوف، ضيوف من المغرب ومن الدول الشقيقة، مصر، تونس، لبنان، غادي يجيو يشرفونا اللي حنا تقريبا درنا لهم دعوات وأكدوا الحضور ديالهم. يعني كاين أسماء وازنة في ميدان الفن اللي هما غادي يحضروا معنا في مدة المهرجان كامل بإذن الله.